مرحبا تومات عشان نغنى الراديو تمزيق مني متو غكميو يتوارى النغنى انتمسى قراكي ومربدا دي البرنامج نغم نقصد دي نغم مش تجيد او نزوان امان مش تجيد او نزوان امان قتاكي ام يدار زيار باتني شانو انتقن دايسة بريد تليفون غا غمريتش وغا النظار نغي عيدن عشان نغنى الراديو تمزيق مني متو غكميو جمع حبي مغار وصجو قدي يمغار يجيك مبناغي كنغا سويدن قمرقية يجو قادي صحفي كمال مهندسة الصوت يجن تكنيكو موري غاي سموت ينور النغاوم وشمتنا بديعة ربداك وشمتهم من شعاد وشدينهم مش تجيد أو نزوان أمان مش تجيد أو نزوان أمان جيجو مرقيد جديد وهو دي سنسي ورخيجن خيجن نقطة مهمة يجو يمقع جار طموح المغرب إسبانيا يجو مساقار عودة العلاقات وديم صروف جارت مينا انتيمورا بالخصوص في فتح نغوازة من الحدود جار مريتش طبعا ذنبا إذا ماني تيجن خباي تفار حتى مغربية النغو ديس من غنيني سواء العلاقات عقبا جار المغرب بإسبانيا خصوصا بعد الأزمة يوقع أزمة كورونا أزمة سياسية يوقع دي شان عبع 2021 طبعا زعيم بوليزاريو إذا صغر وناس يجن يسم مزيف إذن وانيتاتو غادي مي يجن المشكل سياسي يمغى طبعا والحمد لله المغرب يفرض يخفل الناس يفرض الدبلوماسية الناس نهارا بين يجوم صروف طبعا يصبح جار تنين انتمورا يعقب العلاقات بيم صروفا جار المغرب بإسبانيا وأول حاجة هو الاستعداد ليستقبل من مغاربة العالم يتيرا وتيجين عملية العبور إلى شن يمستفقن المغني قمر قيادة حيغ سوطاسين وجيوني عزني كبيجان طبعا صحفيين المقتدرين سنين كذي قيدوم صحفيين الحاج عبد المنعم شوقي يجان فاعل جمعوي وإعلامي طبعا وزي الصحفيين مزورة يزن رمضة الطاس في حفظ الله تعالى كذي كذلك صحفيين المقتدر ومثلا سي حسين مزريني تغار بديت وزاكي نغضي الإذاعة ورديت موتي طبعا البرامج يسعدوه على الصفحة نسن والموقع نسن ونستخدم قران الموقع أمنوس زمريتش تحييغ الفاعل الجمعوي وطبعا ودم سرماد من اللغة العربية والإسبانية الدارجة دي المركز من اللاجئين الأجانب سي عبد السلام بومدياني أقتكينا زمريتش عشان معنا راديو تمزيغ قيمة كينا وتيرا وتن شاء الله أتيري يجو مرقي غاسر همة النفس أي كم غربي النغز ولا ما انتحب زي سنين نتفن أبريد إني ترحقن إن شاء الله هذا فن التصم من دسم غي عجيبن إن شاء الله هذا هنت يوي عبي على خير غاس مهنسن وطمهنسن طمهنسن نهرا من رحب زي سن طمهنسن توحسن وما تنغى بك شغورا بزواري الحاج قطكينا في عبد المنعم شوقي مرحبا بيك جمع وردان زوار إيه تماشي الإذاعة إيه تماشي ذا سن غير وقتها القلم وتمثل غامينا تقلتني متحسن مرة كان غير تبع لقاء مباشر وذينتين في النظام وتحييخ شمطاس خل اختيار نوع المواضيع يبجان طبيعة الحال مواضيع الساعة ذي حاليا سواء ذي فموح نغضي النظام مرة وتحييخ كذلك تقابي غير نوجيوني كذلك وخصوصا انه مثل نصي عبد السلام بومدياني زميل نصي حسين أمزريني مرحبا بك أدار غواري وصحفي قتاكيش ودابقة كمي وثمونم صحب غزي ومرقدة سمغي بني تغطيات أخذني السيور طبعا الإعلامي النغب المتابعة نغم طبعا تنسرشتان وعظام للحدود التاري غواري في حسين المبريني صحفي النغ أمقران الموقع أمنوس مرحبا بك سي حسين أمينة في الاستضافة انتقاد فريق العمل كيما غيواكب البرنامج وانتقاد حسن عزن الإذاعة الأمازيغية سواء داخل المهنغ أو برا المهنغ مرحبا بك وتاري غواري مريتش طبعا كيدي سي عبد السلام مشنغ الفاعل الجمعوي والإعلامي بالصغرى اللغة العربية والإسبانية بالدارجة بالمركز من اللاجئين الأجانب دمريتش عبد السلام مرحبا بك أهلا وسهلا السلام عليكم سكر غلط سنبيسة دمريتش
الاخوه ديالنا في تسران مزيغ المغرب ومزيغ تسران بحر المغرب. جزاكم الله خير، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك كيسنين الاعلاميين. باش اولا الزواري شك ما مشتو غير فرحت نوم ما مشتو غير المتابعه نوم طبعا وبلع من الحدود ب 2020 دي كورونا من وقع الازمه السياسيه يعني ما مشتو غير تداره مشين السنه المغربيه نغدي مريت راس الحباب نسن غاس من العائلات نسن الطاس العالقين اقي من منضان وربما كخاص تزريس مزيخ دي المعبر طبعا المريج. السلام عليكم. في الحقيقه امني في الفرونتيرا غنفد المفاجاه يعني ملي خرم السور يعني ما تغنطراج نشي القعد التاريخ اتوقع يجي الوقت انه تسفرونتيرا المغرب والمخبر العام في اهل المغرب يعني يعني توعمت تراجع ما يوقع منايا توعمت تراجع شايف ملي غنسير يعني مفاجاه اني تاريخي غنسميني توعمت شنو غادي يدير بان انا خصني ندير بان انه غنقبل العام اكثر من سيمانه مثلا نعم. أكثر من سيمانة وتنتراجي مو مع ذلك تغل سيمانة تنتبار ما أمني في وضع يعني سنتين يعني يقصح عامين يعني سنغضي يقصح في الحقيقة حتى أنه نشي كي نسوين يعني تقع يعني جو تراجي حتى أنه خبارت مارت ونغضي تسنغم ليش قارت مكو يعني ويتيري في سيادونا والله ما درى غير يعني وتشخبونا حتى انا الضغط في الطاولين اذا انت في العالية غيامنا لان توا اكثر خنقصي خارق لا زي الطرف زي اصحاب بلينصار توا استورن يعني كانهم هما المندوبين دوين السكن في مزيان المغرب زاربط يعني استورن خار المغرب مره كانه اللي توا يتشداني فيران لا اصحاب المريت توا كذلك وغاتبوا المعلومات من ناحيه الوزاره يعني حتى انت يخارق من جهه لجهه شو والمدقع انت من القاعدين دي وينا دي اخبار حتى انه اخبارية نجا ولي زبونو مي غامنينو في حقيقيين يعني ورحني ودان ودان اربين صوفين انه الامور يعني تفني ودان تفني دعاين ومن دي القضية اذا حتى الاخبار وزامتو نعم نعم يعني هل كنا نقص الاخبار نقص من يعني نوحر من كثرة الاخبار ودان تراغين بوالدة تراغات ما كذا وكذا يعني نقيمس على خاصة السنة نجا ويبدا نحرم من ناحيه النفسية نحرم يعني كل ما تسجدن تفندى خارق وهذا يقصح في النفس وخاصه خلي بنادم يحتاج الاحتياج دوم قران باش يبعدوا غير المغرب وخاصه يبدا اهلنا وعائلنا المريت والساكنه المريت العلاقه النفس الاقتصاديه السياحيه العائليه النفسيه غيجيها الساكنه المريت كالريف كالنظر المناطق من نظر مره تيبرنغ شوي تخدق نعم. العلاقات تخدق الجوار تخدق نعم بالكاغة أول أسابيع يعدون السيمانة في الأولى يعدون خوبلة مرة يعني يحونا في القرانين مثل الروال ما من يخيبون سنترو يعني جستمعا مرة جاء جمعيات المسلمة غير اللي تكلف الدكاكين يعني كوميرسيون مريتش من مرة بالعلى وعسى غادا يعني الصاندين بقضية الفتح يعني غادا تسيزان الفتح مي غادا تجينا الفتح الفرونتيريش نحاجة تيجي القضية غادا تيري غير شهر ميت شهرين مشا غادا ولكن وفي يعني حتى ايروميين جمعا اول مره تزار انه ايروميين يسر من جمعا مون الخيش القريه تهم وهم وهي قريه نجيب يعني قريه الكوميرس ولكن نوفا التسليق اثيكين لعله عسى يعني استورني اذا ديليغاغا من غوبيرنو استورني ما استورني الشرطه اما استورني عندنا التسليقات وسيم يعني وسيم الاثار فان الاثار تاثير من السيرو القضية هي القضية المينيستيريو يعني هو حرم كل المجهودات نسمو فين لا زين مريش زين داخل وزما الغيان والو حتى انه الرأي العام وزما الغيان شوفوا في يعني غير اللقاءات اذا يعني خاصني اذا انه اجبروا عن وفي نختمسنا انه لابد ضحن السوق ذا المريش وخاصة ذي الوقتين بدا عني السرعة الثانية الثمن مشاني نزيد المشكل الثاني انه اخصد صندي مريتش وهذا ندي الثمن عاود القضية عاود توفر يوقع جن وقت عاود يوقع جن مشكل ترانسبورتي مسائل الأغراض المسائل الغذائية هناك وتسلوا عاود غمريتش يعني تغطى عطان تغلبو دات كولا
إيش القضية يعني عماش ما يقعسي مليش القضية يعني الديفروتية غادي نغى أنه يتأثر بكل جوانب نمرك يعني تو غادي أزمة اقتصادية أزمة نفسية طبعا يعني تمغى وأول مرة تبدأ السكنة نمرك شي مغربيين وثمونهم وتحاول ما تقوم الاتصالات ولكن نعم. وتغابدين بوشان الحلول وانا في بول يعني عامين تكزري سمازيخت نعم بدر حسن هباء منصورا يعني مرة نقضي يعني نقطي جين بنفسي يعني وتأثير حتى هو تيفن بول استجواب من المغرب قارس يعني صبام نيخ كذا نيخ ذا يعني وانا في بوحة تقول يعني من متغيش سايحا ها كورونا هالأزمة السياسية إذن هالأزمة الاقتصادية نعم نعم طبعا نعم قيمة نغ ثومة النغر بدا سي عبد السلام بومدياني جان الفاعل الجمعوي زمري تشقتها كي نغر بدا كوش مثوم من شعاد وسدين وم ماش تجيدا ونزوان امان ونربدا انتقدي جوسي جميخة الساكنة النغي مغربية النغي زوان امان برفرح تنسند الخبر موازن من الحدود راس علي فغاغاس التغطيات الإعلامية كي نغتلين الإعلاميين أذك شغورة مزواري سي عبد المنعم شوقي سي عبد المنعم شوقي عماين طبعا نزمارين العلاقات الدبلوماسية التصمات تذفر توقع إجر القطيعة يوقع كورونا على مستوى العالم العالقين بمريك كخسن الحدود باللعن نهارا آزمن بعد مفاوضات وبعد كذا إذا نقار الحمد لله أولا وثانيا غيجن رخباي سفار رحيم مغربي نغسوطس كمي وكمتابعات إعلامية يتقيم على مستوى طبعا فتور تصمطي وقع جار العلاقات المغربية والعلاقات الإسبانية ونهارا الزمارنيني تعقب يعقب بوحبر تعقب روح العودة من الحوار المفاوضات باللقاءات أنسج عاد الشروط طبعا زي الساكنة المريتش باش هدفن باش هدفغنمش ينصروا فنجار ثنينة طبعا جار المغرب الإسبانية عن طريق ردة أول مخ مريتش تفضل سي الحاج عبد المنعم قدم الجمهور المغني وتمثل منا وسمح لي غادينا وتوجه وجه التحيه كذلك ومسمحتي كمال حموتي وكل الطاقم التقني كي متواكب من الحصايه مع برنامج الرائع والشيق. فيما يتعلق بإغلاق المعابر الحدوديه اعتقد على انه يعني يفوق كل تصور لانه ونتنز في اطار قرار سيادي دفاع عن السيادة المغربية لأن الدبلوماسية يتقود صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره هو أنه يخسد إحنا يدافع عن المصالح العليا المغربي صباح الصحراء ما هو يحري ويحري الصحراء إذن ضروري يخسد يدافع عن المصالح السيادة لا تناقش رخومي ديني أخيرا إسبانيا كان المصالح نتل الحقيقية الله إن المصالح نتل الحقيقية ما نتجان أقينت ديجن الدولة تيراري جن الدوردام قرار نهارا على صعيد إفريقيا غير وقت ذي تعيش جن نظام عسكري جزائر جن الانهيار دام قرار دا إسبانيا كما نتجان المصالح نتل ما قينت ديها ما قينت دام أكيد أنه كان بين الدولة قناص المغرب والمغرب مش مثل غامينا وسن المستمعين مرة وأنه المغرب ديج جزء يعني ويتجيشة ذي المستقبل الإسبانية من خلال أول قرب نص الجغرافي لأن مترو جارة لكيسن ثم المؤهلات الناس ثم التاريخ المشترك ثم العمق الاستراتيجي الناس سواء على مستوى مثلا البحر الأبيض المتوسط أو على صعيد إفريقيا أو على صعيد الشرق الأوسط إذن المغرب عوض ماشي شن دولة ذي الطار بل أكثر من دال ماشي استراغاني المغرب استراغاناس الشريك الاتحاد الأوروبي وغاس غاس الحيازة نجم الصفة قناص الشريك الاستراتيجي من خارج الاتحاد أقبار الاتحاد ولكن شريك استراتيجي بالنسبة خارج سواء خارج الاتحاد بوابة الشمال نحو الجنوب إلى غير ذلك وبالتالي فإسبانيا يعني تدور غا المنطق تفهم مصالح مثل الحقيقية مانيجان فتصدر رسالة من رئيس الحكومة في هذه المواقف بجلب الدولة الحقيقيين تصدر رسالة فين صار رئيس الحكومة الإسبانية فين صار دي المصالح الدولة نصل طبيعة الحال مانيجان
يزو بأنه قائد ديال المغرب ويتردد شاء أنه ديسك رسالة لصاحب الجلالة نهار 14 مارس يعلون ومحند هذا يدجن طي أن تواجد الصفحة عن سوء الفهم الكبير جرانا النهنية علما بأنه ما لا نزد نقدر الخسائر ايتو غادي نير دي الإغلاقية من العبور تشوشا لسنتين لعامين تشوشا مليار ونص أورو أي 15 مليار درهم من الخسائر يحكم إسبانيا لعامين الإغلاق المعابر مليار ونص يورو أي 15 مليار درهم الكذا وتصوري كيلي أنه أعود لعامين وتوقع بو عملية مرحبا الجالية إذا تهتم البرنامج النمر الرائع وتمثل غمينة يعني عامين ووقع آخر عملية مرحبا تغدي 2019 تصور دي 2019 مش حد يكين في إسبانيا يدوسين عن طريق المواني ظل المطارات من إسبانيا حما دسن غاط معنا 3 مليون و 340 ألف و 45 واحد جاء العودة ذا المجيء انسن غاوينة يعني خاص 760 ألف وزيادة انتمو بنا إذا انتنا مارة وزيز انتي استفدم طبعا حتى بزيز انت إسبانيا قبل كل شيء إذا يعني أخيرا كان نغم إسبانيا ذي المصالح في الحقيقية وفي ذي المغرب زورين تلخوا العلاقات والتنزيح بطبيعة الحال إسبانيا بطبيعة الحال أبطال لأنه تحوج المغرب الطاس وماشي غادي الاقتصاد ولكن دي الأمور النغنية ومن بينها الأمن إيتيرا مهارج ندور غمقان دي العالم الأمن والاستثمارات الاستثمارات كذلك مهار العالمي خيزوك الزخ الاستقرار وزيه التويني التويس التيرغام الأمن الأمن نهارا يضرب به المثل على الصعيد العالمي بالنسبة للمغرب إذا إسبانيا أعتقد على أنه أتيريان أتعرح الطس زي الموقف جاء عن طريق رئيس الحكومة النص الإسبانية من خلال رسالة دومينير إدي السكي صاحب الجلالة تحيه صاحب النغل المقتدر والمحلل طبعا العفو المحلل تبارك الله العلاقات المغربية الإسبانية بعودة الروح غاسن ذي استفاقنا غيري إن شاء الله وبدان ذي عملية مرحبا ربداقا كني وكين وجيونا نغي عزن انتقاد سوطاس ذي البرنامج ربدا بس ديا ونوم مش تجيدة ونزوانا مانا كوش ما تقوم من شعا وربدا تحية صحفي النغ سواء سيدي الحاج عبد المنعم شوقي ولا الأخ النغ سي حسين أمزريني ولا الضيف الجاني فاعل جمعوي سي عبد السلام بومدياني زمريتش أدار غواري وصحفي النغ سي حسين أمزريني غاش من غتانيد وفي نفس الوقت المتابعة الإعلامية والصحفية نوم الموقع نوم موقع أمنوس استفق تربدا حاضر بمكر التغطيات الحمد لله عام الصعيد الوطني وفي استقبال عملية مرحبا 2022 سي تفضل لتوما تما تبتن أمينة أولا جير سنة 16-17-11 نجير التوقيت المغربي تغطي جن ليلة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ليلة تاريخية لأن عظمنا يجين من الحدود يعني عظمنا صلة الرحيم جاء إثمتنا نتعيش ندي مريتش ذي بس إتعيشن سواء دي النضاء سواء دي باقي المدن المغربية المغربية ليلة تاريخية قليلة تاريخية ديج العرس ديج مول عرضهم قران إذرا معبر مليليا غالحدود نبنينسا موقع أمنوس غاس حاضر تغديني ذي حاضر في عين المكان نستقبل ذي إذ مثلا إمزدغ مريتش يعني وسند التصن وذان يعني خميق قهورة يعني وسند التصن وذان ديني أحضان تستقبل نتن الزغاريد تستقبل نتن الورود تستقبل الاستقبال الدموع والدموع تسمى فاق انتخسنين لين دموع الفرح لين دموع الحزن دموع الحزن بيخص دموع الحزن ديني ربعا دين وذان فقذن العائلة نسند مريتش
رحمهم الله جميعا وزمان وكيف نحضرش دي وقت كوفيد. العكس صحيح عاود ديني الإخوان النخ يضغن دي مريج قدر نعاود العائلة نسم داني تنرى حسن عاون ليتا دي المغرب وكيف نحضرش هنا دموع الحزن ديني دموع الفرح استقبلت نصوره دموع الفرح لأن دين إحياء صلة الرحيم دين يجن توادين يجن القاطع يغنيني الشين لمدة عامين ضربة عدم مشوار العائلة وزولة يشن تنغني خاصة دين بعد مودان وغاس نبو يعني في زمار يضغيس مثلا دي تيار غطان جان دي غفي موشان نغني باش رزان دينيتا إن بزمار باش قلتاني سوالة فنان نترولي زي مريتش غابني صعب طول تسند مثلا الكوسي مانا دي غفنان سي مانا كده وبالتالي عامين ضربعات مشهورة إذن طول ليلة تاريخية ونكارشة أو تشبه نخ أمينة الظروف بدعذون اسمات نخ زي مريتش تغين يعني ظروف مواتية تغين زعما كيش ممشتغل ظروف موازام ممشتغل اللقاء ممشتغل وصفانغ يعني وضعانغ في حسين الحضور نومكني وزني في عين المكان نتحسس قبرات وغنوضي أرضات منتا يبي حضاغك يوم وش مدى أمينة يعني تغين شين تغين ترجع يعني الانطلاقة الانطلاقة باش من المرور زي مريتش غرني نسا طول ترجع اذا مخشجن التعبير اخمي ان ترجع يوان عظم الزيان الاعلان عن تسمى يوان نرعير يعني اذا ما هيتو غادي جنعي طول ترجع ايش يوان مين يعنى هو دي مثلا باش اتفغن اثن المعانق اثن محتضن شي فاس من داخ دغنبو بالنخ خاس يعني يجمونا تيجي المنظر رهيب حد يتروح حد يضحاش حد كذا صلاة والسلام عاش الملك مهم حضانتي على كل ونشس كان المصطلح بالمقابل نحيي السلطات المحلية رجال الأمن وفانت الظروف وفان يعني التنظيم طلعت محكم الإخوان عاود وسند النمار الإخوان يجن ذي الإعلان لأنه يعني واكبا العملية من تسقى فتح الحدود هنا مش من نقطة غادي جمهورات وغادي نهار مقران يعني يعجز اللسان باش تسمى توصف نهار نيت والقار سرعب العالمين ان شاء الله تقف واحد نهار زم البدا لمن خمين القار مريش النظا القار بلا تنيه دي التشنيوين مريش وزم ما تعيش برا النظا النظا وزم ما تعيش برا مريش عافاك صحيت الاخ النغ ومات النغ صحفي امنوت عن امنوت نقرا الموقع الالكتروني امنوس سي حسين مزرينير بداك وصحفي النغ المقتدر وقيدوم صحفيين ومثل الحاج سي عبد المنعم شوقي ادعى قبغ غار سي عبد السلام بومدياني دي الساكنه المريتش فاعل جمعوي مشنيق ايتيري دي المركز اللاجئين توما النغ نهارا ممشي قوم صروف ممشي قد دخول مغربيا من الاكراهات يغاوم نيغ الحمد لله كلشي مليح اذا ما مش تقاد دخول نو مغنظر ما مش الخروج مي خدام مي وداني تغنديني وداني غادي الحباب وداني غادي فاميليا يعني المساطير القانونيه يتحكم النهار بالدخول والخروج عبر معبر مريتش. السلام عليكم. ورحمه الله تعالى في الحقيقه انه تغامن بنسابون بنسادين تلقي حسان إذا أول إكراه هو كورونا الأشراب باكونا يعني تغال عما تغال واخصن بود حتى الثانية يعني وقع تصل مشكل وجبيرو شيء إذا واخصن تباكلا لكن أمني ديوس القضية هي أنه أفرضه يعني فارضا خاصنا أنه 9 شهر مالكا تقدر باسابورتي كوفيد مالكا لعدو خاصك 3 شهر 9 شهر يعني انه صافي ويفعش اذا اجبروا اذا مره انه غادي تلقيح ثالث حتى انه غادي يقيم يدا باسبورت من كوفيد وقضيه اذا اذا اول حاجه باش هذا السنغال المغربي خصها باسبورت تلقيح الكوفيد يعني وزير داير التلقيح الاول والثاني دوي الثلاثه نعم تتالي في الحقيقه اسبانيا وهذه الثانيه
التلقيح التاريخ، لكن المغرب تعاون غا اختوخ سميني غا دينا يعني التاريخ المغرب انه ندغي تعاون المغرب غا قضية يوها يعني تعاون انه جبار يعني تعاون غا انه يدان مادام يوقع فرونتي ما صار زمارة معرض وينا يعني كأنه تعاون انه مار الجالية غير مسر من ذني دا يخسر دين تلقيح ثاني ثالث نعم. أما في الحقيقة فلا داعي التلقيح المثالي فلا داعي إلا أنه أفين إسبانيا أفين أنه مبرد جيد ينفعيثا أنه نخصنا بهذا الأهل مش لابد ذلك التلقيح المثالي ما أن المشكلة المناعة لأن المناعة الأولى والثانية يعدو خسر وقت حسب المختبرات وحسب العلماء إغانغ وحسب الحي إغانغ دي المغرب تبع المنايا يعني قناش نعم. لابد سني والثلاثة باش هذه كشي جن نوع من المناعة والحمد لله داخل مستوى رخ الكوفيد يعني المغرب يبقى في زمارة القرين تغذي الدول يتوغاس يفضل الخسارات دي الاقتصاد خل خسارات من الأرواح ذاني تان أواني باسابورتين الكوفيد ذاني كان الإكراه المغني مثلا يمكن أخذ سيورد في عبد السلام نعم نعم ثاني قضية الورقة الخضراء أنه تتنفي مارو نخصني ذي طريق الورقة الخضراء طريق تازي زوتي مغاس التموين أنه ما نخصني أنمي تقضى يعني القضية التاريخ نسقبر الوقت كوفيد واني تتعود اسكو شي جديد يخصني يعني كل قضية يمتغط تقلن جواز يعني غادي الدان ديك خروج ديك الدخول ديك كولا أما أنمي تقضى ذي الوقت كوفيد يعني عامين كوفيد واني زار غاس التاريخ سمنت واني تبقى نسنا نمط دار ذي التنوفيد يعني وشي يتغال وبصبور مش شاين أشاين غير ما شاين ما تشاين لحسب تقديرات التقنين القضية الثالثة خسدانيغ أنه وني ذي مريتش وني تغي زنزن التنوفين ديرو قطية السنتين قانس يعني الحضور مجبوري ومشي البائع حتى انه فينشن يعني قم معي كما جيت كما يعني تاتنا غاغنا عاشر حنا درنو فينا انهم انتونو بني خير الورقة نسخي جيش المغنيت وادغ حضانو نويت يعني انني بعض من ذلك مرار خمسة الصبح عادي عاكو حم باش باش تستحضان ونيت هذا شنو باخا هذا شنو التا يعني طبعا يتطلب وازي خاصي يبدا مرة غير يزنزن ديال الوقت يعني واجبو دوزت يزنزن طنوبينا نزل الوقت يعني واني تخاص طنوبينا يضيع ثاني تيجي القضية ما غادي يعني هو اسمه في بول حل انه الطنوبين خمي تضيع طول من اكسيدنت الحديث من غوينات مش خاص قلي الطنوبين يقال نروح الصحضاري تسمدسي قال اسقى وشي قاص باخا قوات نفس عوز ما تنداش الصحضاري يدد باش غير حكما كأنه انتغي وينزع ويعطي زي ورقي المغنى غير باش نوضح المطالب تقيت من اسبانيا غير المغرب لا لا ماشي المغرب كلشي المغرب غاسبون انت وصاحبي حنا في خصاب القضية اها يعني اسبانيا ماشي روح انت في خصاب تفوض وقت تفوض على المغرب انت منها انه تزاد تروضين الى غاسبي تيوبي شروط وقوانين تحكم بالدخول بالخروج طبعا المغاربه لنا ديني توريق تزيزه وديني طوموبيل ما اكسيدنتي توقع مشكل ديني مشكل الباسبور ماشي ودان مره الجين تلقيح دين شل المشاكل المغني الاخ المغربي شاكينه نعم ابننا الدخول في الباسبور الدخول في الباسبور والخروج في الباسبور لابد لابد يخص الطبع باش المغربيين باش تتبع الغمليت والبطاقه يعني الوطنيه الاسبانيه يعني واحد مش فاقع وديش قاع كانه تفرج الدوله خارجيه مش تغير الناس الاستاذ عبد المنعم وان كان غارج ووارد في الحقيقه وزعما غارب الشعور دولي لا ديال المغرب يعني غارب الاحساس يعني الشعورين هو انه الجاليه ذني دار ريفنا ذني غيتوقع الاهتمامين وذني تقول الاهتمامين شوز ما دوضغ يعني دي اعتبارات الخسائر من اسبانيا الخسائر المغرب من ناحيه طبعا اسبانيا المغرب مر اكيد انه لابد سياده نسنا خسروا تشان يعني خاص بالجنب المسائل نعم هذا اكيد يعني لكن من يوين القضيه غتوض انه تبلع ليج الفرونتيرا اي تاثير غاس فرونتيرا يا سياده المغرب مع ان تغزمات تعد القضيه هي تبلع مثلا الملكنسيات يعني وتجيبوا مسائل غذائية تنزل أتبلع مثلا ولكن يودان من ناحية الاهتمام من يودان أنه خاص بلع 100% وتجيب يودان وزار العائلة سمحت أنه يودان مثل مثلا الوالدين سنونات وزمخ زان دي سنزي فرونتيرا ما تقلني يعني تقلني شنو سنفين
طبعا دنيج المنطق فيها كان كل شيء غير تبريرات منطقيه وسياسيه ماشي شنو هو التبريرات اللي وانت بشا شي صحابنا ماشي الحقيقه وغان هو الشعور النقاء لا الخسائر يعني القاب بان الساكنه شي نعمود الطاس بالدو نعمود من ناحيه اذا قارنا نعم من نديرو حنا بالخسائر في الحقيقه واخا غاص الخسائر من يونان بالعخير ذا هذا بالاخر يعني من الخسائر تعني البضائع وين تبلح البضائع تعني فين السيارات ديالنا في الاوروب هذا بالله الجريج كونترول لكن باش تبلع قع 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 انه اذا مزما الزل هذا عزل الاهل يعني تو هذه النحله ربما يخص ريحه خاصه في حاله الوفاه حاله الموت نعم نعم لان نسجل العلاقه النقطه نعم النقطه العدد خدام تغوز مع الفن نهار التدفنت خاصه نعم النساء قضيه التنقل والتدفنتي مغاريني بالخصوص غنغطسنت مغاريني تقول لي انكسات تصنت مغاريني نخدم ديني يعني رغم نهار المغربيه زو وسائل وحلول قبل المعمل اللي كاين لبنان صافي ربما يعني تنقص اليد العامله خمريت ولكن نهار ما مش تسكن في مغارينا ما في الباسبور ما ضبع انت دي الدخول والخروج ني غينا تمشى للجناح خاص من يسكنت نعم شوف تتانس يجي بيصابو إذا انا مره شوف اخس الاول الاول خميتي لي اعتقد لي الاتصال جا وني خدم انا وني خدم انت مريتش لي الاتصال بني ما نمشي نتو نخدم هارو من اما دا اما تدا يعني بريفي اما كابيني مصيب اما شركه ولا خصوص يعني لا مشكل بين الاتصال انه القرص الطرف الثاني قرص انا مستعد تاع اجدار غاري وانت تيري وانت وانت يعني وانت النقطه المهمه لان ملكه والسيريا بنادم ما يخدم عارفين وينات واش ما ديال اتيريدان اتيريد وانا تي سوج ديجن الورقه اي جن شيخ بيتاوي غالا ديليغاسيون ديال غوفيرنو يعني ايتاوي سن الورقه ملي قالت انا مستعد انه السيد يعني في زمغاصه خدامينو يعني غتقبل اتيري غالي ديال الدار التليفون اللي بار خميت سكت اوريق تني اوريق تني سعدوني تغا غالكونسوليه ديال الكونسوليه ديال المغرب اختوريق تني بنان البيصادوني انه غاس يجن تبرير انه سي معافني غا يزيد ماذا عدون يعني غاسني يجن الاذن الاذن القانوني من غا عدون نعم وخا يجن طريق بسيطة وخرجت طريقة بسيطة صادينيغ يعني كاريت غا عائلة نستكد غا ديليغاسيون يعني ابن خاص البيصادو اما ونير ونير يعني يتصل ديولاني غي يخدم اني ناس واش ماش دار ونير وغاتبو الحلان واش ما ديت لا لا سبيسال لا الدخول عن طريق الباسبورات وعن طريق طباع ضروري الزيس نعم كما كاين سي عبد السلام كيما شن الفكره الثانيه بالنسبه باش هاد المشكله لا اذا مرحبا بك سي عبد السلام توضع لنا نغدي الصوره طبعا القانونيه الدخول والعبور الى الغامبريتش اذا ديني مجموعه من الشروط سواء خدامان سواء وداني الدغنت يمكن دار غوري الحاج مرحبا بك توالا نغري سريده سي مجموعه من الشروط سريده التضررات طبعا يوقع للساكنه مريت وخصوصا في حاله الوفيات وفي حاله الموت والفراق للاحباب الفاميليه اذا ونيتا امرتو عام خل المغرب وخمار جاليه النغمني مجان سي عبد المنعم تفضل تومات شكرا لينا طبعا انا الشدا خدي برنامجيه باش ناهل محمد ابقي مثلا يجن قرار سيادي سي في المغرب لانه ما غايجار غايج الحديث هذا قديم لانه ميران وتكرار شي كيما يسوا نخدم نجن عدد المعارك جيران غي سبونيا تتصور ان انتم تحتموا بين دايسي مغربيين قران دايسا هذه الاثنين غاينين دي التوموبيل واش متخضر تيقولوا 50 يونان صدرنا مسراته قران بلا اثنين غايتم دي التوموبيل هو كتسمينا زعما دين انتم غادي نجن عدد الممارسات كنت انت سبونيا ضد المغاربه طبعا شي دين يودان غايج 5 الاجانا الجاليه نغزي بلجيكا توافق تتفرش دي مو دي 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 اكثر من برنامج شين دينا عمود دي الحدود نعم القاشن تنديني يعني توادي نجلع لان توغاسن العالم المغربي العالم دي التوموبين بمزيان بينما نيني خطوغة تسفن تسيمو توان تسفن 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 تس
ولكن المغرب عما صوتو غيوض غا الدرجه هي انه شمي حاسب خجم بنديره انه سيفتي ديك من غير الحاج وثاني بنديره الطب مزيان ترسق ديما تريكولا الناس الشيء خاص عمود امارني اسماتنا غير ديال دي بلجيك اذا القضيه ثاني ثاني وديما من الصغانات اكثر ولكن غنتحيات المناسبه بارت غدي الاجتماع السيد العامل الاقليم ديال القيادة ميت وغسيل عقيل يستقبلي طبيعة الحال الشباب اللي باش تما يقتسم الحرخ لبنديره الجمعه طبيعه الحال اذا انت لما مباراه المره تغسمون انت دي جن انفجار تو منتظر يوقع ومن بعد يروح ديس طبيعه الحال يروح ديس جن عدد طرحات اصلا تجن عدد العائلات وبالله كذا وموضوع اخر ما نقصد شنب هذه نفصل اكثر اقرب مستعدين مي خليني غنش هو انه فيما يتعلق بالثور الاخوات شمل الضيف جان زيمبريج قضيه العمال اللي الحدوديين الى نمريج اولا خسابق الاول انهم غير مسموح نهار هذا الفن مازال ان السلطات الاسبانيه ديال الجريده الرسميه ايدي السوفا فاق العبوره فاقت غير مراحل المرحله الجنخو حاليا تم بين ديني غير الجنسيه الاوروبيه ديال الجاليه المغربيه المقيمه غير دار شواغل نير دي شينجن غاس تاشيره شينجن لا دا شطرت خاصنا غاس نتيجه تاشيره خاصه باش ناس التعليمات ديال القنصليه نسن سواء دي تيتوان غادي مرادي النظر على سنت انه تستفدني ودانا التاشيره واخر خبر زريق نهار الصباح دي الصحافه الاسبانيه وانه التاشيره يا نمويله مش سقان وحتى ومثل السي حسين خالد كاريزيش وانه التاشيره تاع يغيموشني العملاء تيري بالمجان ولا تخديش البو التاشيره ني يسكون 800 درهم ديني جن مشكل مغني ومع الاسف وتغت 8 غدا وما فغلينا وقنتقيت عشرين داخل وانه دين نهارا جن الاكتظام تعيشين المصلحة جن مختصات الجوازات داخل المريج بحينا نعم ونصور خارج الكواليس المصلحة الجوازات هني جن اعداد الجوازات اسبانيا نغيين وانه ديني غاتم اربعا موظفين اربعا ماشينات وطالشات تغنبن لانه عادة اسبانيا دين ديني وغاتم بو باسابورتي وكسر بو باسابورتي لانه تغنكوز كافية كنزيت العالمي كمان ولكن خمانا منه السلطات المغربية اللي خاصنا ضع اذا مرة نحن وزنا تقل باسابورتي اذا ايش نحشين جاب ايجابية لتوسيط المساطي الادارية هو انه اسبانيوني إني غام غرابي إني زغن ديمريتش غاي دير جنسية تسبانيوت ماشي مفروض خاص لابد يخصدي بدير باسابورتي مثل ديمريتش لا مفروض أنه مري يخصدي بدير في أي مدينة دي اسبانيا غا داخل حدي بدير هذي بدير دي سويي دي سيفيا دي بارسلونا دي مادريد دي مالاغا دي لذلك الخوج نعادة دي اسبانيا ديمريتش نهارا تجهن غاس دام المغنية حما دي سينارون دي بوث أدير باسابورتي إنسان دي فخيرولا وخصوصا ديال المناطق الاندلسية اذا ونشي نتمنى لانه ونشي مثلا قايدي فاس خص غاذكر اغاريري باسابورتي ماشي ضروري يخصد صغار نظر دي سيخ باسابورتي يخصد على المقاطعة زي المقاطعة يخصد على عدد حق العمالة نعم يغضي الوقادي يغضي الرباط نشان حد يغضي ماذا نحوش الشهادة اللي زديت يخصد عاودة دي صغار نضع عاودة دي سيف شهادة اللي زديات نيخشن حشت عادة دي تياري الشيخ هذا ينياخد دي قشكة قاعدة سدان كذا وما دي ديو الشهادة فينا بطبيعة الحال نزدون الشين أغاز نتناوض دي توسيط المساطر الإدارية إن شاء الله أغاز نتناوض إذن دي نيجن حشت بجان عاود كذلك يخصد لابد سنسير نتبا هو دي نيجن نسبة طم قرانت نسبة سنغ وزمدة في النهارة زيمبريج دي مي وزمدة في وزمد ضبعا لان مرة طبعا يتحسن بارو غاثنين ومقام بارو تشناس المساعدة الاجتماعية تشناس انت لكور شهر من تحت تخدصن تتنصن باسابورتي مالو فين شمس فغل زمري تضبع فغل تحم وينة المساعدة الاجتماعية تكسنمت اذا بنيتا يعني ثانيتا نقطة مغني يجيت المغرب مضبع اذا يوداني تستفاد اكيد ما راه يطبع باسبورتي يخص اذا يخصو يتفرشا على هذا الحساب الى نسنداني غنغدا سنداني ثاني لانه يصعب ما حدا يفرش سني بوركي غادي يفرش طبعا
أصل بعد إذا أنت نسبون يا خميني نتاح الساعة ونشي نساخ تسنديش نحاش شين تساخ ميني نتاح لأخوتي الشغام الوضع عايزين جين دي المعبر خميني ستاح نساق إسبونيا وضبان شاء ضبان المغاربة يعني السلطات المغربية يضبان وإسبونيا قام شوى مضبان شاء فمن مرمي قال مش مرمي لم غاز بعض ما رخصة صفات غاز إسبانيا قال ما رخصة صفات غاز إسبانيا أخني غاز دغاري شين غمي دغاز أويد إتتارن مرغم فيزا مثلا غام فيزا تأشيرا تشنجن تحن غاز قاد غاز بقى شخصة صفات غاز إسبانيا قال ما يوالو حاوية يتساد تات تات تا أخني نقوى التات فيزا زي جديد عاود أما رخو كذا أما التلقيح أني إيخي السورو مثلا كذلك تجينا الضيف النمزي مريج يسيلف وأني التلقيح أني ترسى وني تجوز تلقيح نهار التان في اسبانيا قاو خاص ود السني المغاربه مثلا ومستان شا وشي درت الغا بي سي ار ماشي مشكله تعدود ولكن خدني غدور هذا الدور غامريج واش مسيني في اسبانيا مره هو غنبو ثلاثه تجوز تلقيح لي ثلاثه لي فاكسيناسيون اذا سعد سلام بوم ديالي سريد بان الفاكسين التلقيح ني غشره بني الجواز ماشي قارو مثلا سعد المنعم وانت في عين المكان يقراش بان التاري تحت اسبانيا إذا ماشي المغرب وهاي ستان جزاك الله خير نعم كماري منين بن تيس ماري منين نعم سلام غشن تعقيب قن سرياش بداك نعم مش تجيله ونزول مال بداك نجيو الناغسي حسين مزريني الأخ عبد المنعم شوقي دلسي عبد السلام بومدياني ربما دك شغ تعقيبي شك عبد السلام تفضل نعم لا غير أنه القضية منين الباسبورتي نعم حق مارد الخو هجمند يعني خصنا بوكيت وسط مزوات نتفغى إذا مدام غاسم حق تكلمت مغني ربما باش ولكن طبعا يخص التكاليف يعني واجبو وتحسن نمره حتى انه طبعا غاخير ولا ني غاش نتمدي نعم يخص غاكير النمر خصني نديرو مع ني ديني والتكاليف مارين يودان يعني واز ما فاق ماري وذن حتى انه ملغى الاقرب الخو تشنا النمر واخد شهر سبعة واخد شهر سبعة يعني خميت راغان كانه ديني وداني الزان عاوز الطحن ديني خدمني خصني غير الاستاذ يعني انه مثلا دي تغاسه حزه في الدين غاسل مشاكل سوران تتد يعني حتى انه اصحاب المش طحن اني يعني تخاسي من غنيت ابار تسند عاوز غملغه يعني واجب اصحاب المرجمه اذا الارقام مشكل ونخلي في سفار وماذاش كل نعم الجيش كان شحال 7 شحال 8 غاش المشكل غاش نعم 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 ونعرف شحال 7 شحال 8 نعم يعني غاتشان سبعة ثمانية وهذا المدد نعم كان سلام رجال صاحب غزيوم زمريتش البوم دياني التاري غواري الأخ النغ الصحفي النغ الموقع عن أمنوس سي حسين مزريني مرحبا بيك يتورى المغنير بدا أكو سبين وم طبعا إجمورة مسنيد جيرة تاريخية أتقيم سجل للتاريخ وازم للحدود رغم دين مجموعة من الإكراهات مصرية ولكن المهم يعذر ربي الامور تعظم الحدود دويجا مهم تفضل سي حسين قال اش من الاخت امينه شعار بدات الصغير فوق المواضيع الساعه يعني المواضيع تيرين عند الاهميه والمواضيع تيرين يعني انيه ترقض الموضوع يعني المعابر الحدوديه افتتاح يعني افتتاح باش الدفن لاخواننا الجن دي مريش اللي غدا الجاليه المغربيه المقيمه لمختلف الدول الاوروبيه بالنسبه يعني الاكراهات لابد الحل تدريجيا لان حتى الاعلان لما اعلن خوينا في سكان فتح المعابر الحدوديه كاين يعني راح تدريجي كاين ماريا خو شنا الاخوان سبقنا عنان دين المقيمين دي مريتش دين الاتحاد الاوروبي يخدم مازال عاد ارنها 31 جيث 31 التفوس واحد راح يضع عشان جيرث يبقى على دفن يعني دين عاد اواني 31 دنها واحد دين يريد تعوذ الاجراءات النغنيه دين يريد مثلا دين ان شاء الله الحوايج البشائر ان شاء الله هذه البشائر النغنيه ولما لا اضع زمان يعني السكينه بالنظر باش الاصيل الرحيم جار سن ديه مسن ديه وزمات ديه فن ديه وزمات فون مشينا للاستاذ مرحبا منعم شوقي اني خاصه اني غاتجا بارو
وزما بودي فني هذه المحرومين المعاونه الاجتماعيه يعني شنو نتمنى ان شاء الله وخادي نشوف الاكراهات ولكن يعني ضروري ضروري تسمى ان شاء الله نقواها مجموعه طبعا والاعلام غتضغط الناس الاهم مره زعما يا استاذ امينه الأهم هو أنه من يقصن مارة هو البداية البداية هو أنه تعرضوا هو هني ناني لخمت بالدين زي بنيسا تفل صوه من بنيسا تعظم صوه نمرش تعظم يعني حتى ورن بنظم يعرضم تمام؟ يعني الوجه الأهم من مارة أما العراقيل الإكراهات كذا 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 يعني حتى الشيء وخصوصا وانت تفوت يعني دي شان المسائل المغربية تقعد على أي حال على أي حال نشكر طبعا المسؤولين للسيد عامل الإقليم ولا السلطات ولا الإعلاميين ولا كل شيء طبيعة الحال طبعا المهمة يا وإنجاح إن شاء الله عملية طوالي التضافر الجهود أتشبه أمينة طوالي التضافر الجهود زي غشة ونقار في حسين مثلا أمينة أولا نتشكر مثلا محمد الزبطير يسهان خو غتساعدتا أقيت تسجل الحلقة وين في سكان نهان كذا باش أتيتنك خوينا في سكان موقع www.amnus.ma ونومي تعذو الحلقة باش غاسي دور ونتشكر إخوان النخ نحياتي برنامج من نقول على موقع أمنوس ياك نعم نقول على أمنوس بوما أمنوس بوما ونشكر يعني الإخوان الأخ النخ الحاج منعم شوقي يساس الأصبوع الكمنتاء نشكر أنا وجي النخ ذو مات النخ يتجن ديمريتش يترقم عدة يعني أتصل نحواج إلى خير إنواح زيس وأقل يمقران يشم أو تشبه نخ أمينة ذا الطاقم التقنين أتقذاش أسنياش ومتنغ طبعا سي حسين مزريني وطاري غوارن بقاري ومتنغ كذلك عبد السلام بومدياني زمريت عبد السلام بومدياني الفاعل الجمعوي مدرس اللغة العربية إن شاء الله أنا قسل لقاء خل المركز طبعا الذي الأجانب قيزين سوار المغرب إن شاء الله أتي للضيف على البرنامج دي غشا وارن بقار إن شاء الله نعم نشكر الإخوة جزاكم الله خيرا يعني تبارك الله الأساتذة يعني غايين دي المواضيع وطبعا مواضيع مرة تهمنا نغنشين يعني من نازور خاف الحقيقة الطرفي للجالية المريج أتيري هنا للإخوة المزيغة مغايث مثلا أتيري هنا يعني ما دام العائلة دي شتنجونا يعني بجي نازور في الحقيقة هو اللي تعجبوك كثيرة فالدوري إذا نعدرين الدوري يعني فاق نشين فاق خيب ناس نغير العائلة نغوز مازان طارون سنخ كده يعني هذا اللي صارنش. أما في الحقيقة ما مسائل غريت لا يهمني إلا أنه جهة النغمارة نعرفة يعني مرضية والله يعني هذا من المهم وتتغسنا توفيق الإخوة المارة وتشكر الإخوة المغرب نخيطنا جي المغرب وخارج الأرض المغرب جو قديم غاري سي عبد السلام بومدياني توغاتاكينا طبعا ديمريتش خوارنش وبعدا نغجن الصورة انتبت خلى الاشكاليات والامور مش الناس في حسين الزريني قالتي شوي ان شاء الله في الضغوطات من الفعاليات الحقوقيه ولا الفعاليات الاعلاميه ولا ان شاء الله البدايه تغيقحن قتبدا وان شاء الله من دي كان يشنا ويصبح سواء اني مغربيه مغناري في غنيت وانا مغ ساكنه نمريت طارق ورن قال كذلك قيدوم الصحفيين الحاج عبد المنعم مرحبا بك قلت لنا وردن كاع أكيد أنه من ديقوان ديري الشنا إن شاء الله وتماثنا غامينا شكر الزميل حسين مزريني ولا الضيف منهم الكريم زيمريتش وشكر شمطاس الاهتمام منهم المواضيع الحساسة مشينا وفينا توا كابتن شكر طاقم تكنية كيش ميكي واكبن الحلقة ينهار الرائعة وممشينا ومثلنا السي حسين مزرينا أتيري مسجلة للموقع amnus.ma محند ونيوة تيفان أتيصار تمني غام المزيد من تألق وتمثل أمينة شوها وتقيم ذربدة تفضغ ورا ونتفضغ ثذري تفضغ غمر تحسى للإذاعة الوطنية الأمازيغية لأنه شذاس دائما تشذاس جن قيمة مضافة تشذاس المزيد من التألق آتشنا يوم آتشوا روم مرة أخرى إن شاء الله دي شان لقاء المغنية شكرا لكم جميعا أتقدس سيدي الحاج نواري شكر بالعالمين سيوارنا إثنان
دير حق الاذاعه نتاع مزيغت ولا دير حق امينه شعاع. وتمني غمدي يعني يبيجن ابويا يبيجن تقر النغمه يبيجن مسؤوليه النغمه ارندادي القضايا يتيمان ثم الله يتيمان مغاربه العالم. تمني ان شاء الله تغانغ موفقين باش نسيج خل خوازه ما دورا لا يمقران بالتغطيه النغدي النهار نحد طبعا. وتمني طبعا تليفوني نود بدا يازم يكنيو 00212 6799 7121 أمينة شعاع فيسبوك. يعني مرحبا بكم لاقتراحات نوم دارين نوم وتقدي غسوطاتي نجيوني عزني تغاكي بي زمريت شمات نغسي عبد السلام بومدياني الفعيل الجمعوي مدرس اللغة العربية والإسبانية بالدارجة بالمركز من اللاجئين الأجانب. تحيي قيدوم الصحفيين والفاعل الجمعوي والإعلامي الحاج عبد المنعم شوقي. تحيي كذلك موقع أمنوس ومثنى سي حسين صحفي المقتدر سي حسين الجريني. وتمثلوا من شعاع تحية كمية وتقدي فريق العمل مهندسة الصوت بديعة ومثنى صحفي كمال ربداك. وتمثلوا من شعاع دوكس الدين وم مجد تزيد أو نزوان أمان أريجنت ولا المغني دي جمرقين المغني إن شاء الله هذا جديد. عافاكم صحيت خوت فارس جيم البرنامج.